على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في أسئلة هنا في الورقات ديل. سائل بيقول، يقول بعض الصوفية إن تفسير الآية أأمنتم من في السماء، ليس الذي في السماء هو الله، إنما الملائكة والعذاب. نرجو التوضيح. أولا، الصوفية ما أعلنوا مال التفسير ذاتهم، وما هو المرجع من مراجع التفسير اللي هم برجعوا له وبرجعوا له الأمة؟ ما في مراجع للدين. تفسير القرآن ما هو بالهوى، أي زول يمسك القرآن ويفسر براو. في مراجع لهذه الأمة من العلماء، من السلف الصالح، مرجعية بالنسبة لنا. فهم لو قالوا المرجعية هم السلف الصالح من القرون المفضلة، نقول نعم دي المرجعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني، دي الصحابة، ثم الذين يلونهم، دي التابعون، ثم الذين يلونهم، دي تابع التابعين اللي فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيره من علماء الإسلام. طيب، من المرجع بيناتنا؟ نحن بنقول ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء هو الله، ده التفسير كده. هم قالوا لا، دم الله. طيب المرجع بيناتنا، من اللي بيفصل؟ نرجع تفسير السلف من التفاسير اللي كتبت في القرون المفضلة، تفسير الإمام ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310، يعني ده عاش في القرن ياتو، ده عاش في القرن الثالث، ده في القرون المفضلة. انت ما تقدر تقول فيه كلمة واحدة. وهسه لو مشيت لمولانا البيجاي ده، الكتاب ده قاعد تحت. لكن هؤلاء مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، شايل كتب ما عارف فيها جوا شنو. ابن جرير الطبري بيقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الآية هو الله سبحانه وتعالى. التفسير ده ذاته، أنت لما تجي ترجع التفسير ده لقواعد التفسير، نلقى إنه أعلى مراحل التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، أو القرآن بالسنة، دي أعلى مرحلة أو مرتبة من مراتب التفسير. طيب، الآية دي في سورة الملك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ربنا قال لك في السماء ده بيعمل شنو؟ بيخسف الأرض بالعصاة. طيب، نفس الآية دي نحن عشان نفسرها نمشي آية في سورة النحل. ربنا سبحانه وتعالى قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. طيب، في آية سورة النحل دي اللي بيخسف الأرض منو؟ بالصريح كده الله، أن يخسف الله بهم الأرض، بالصريح اللي بيخسف الأرض هو الله، دي في سورة النحل. لما نربط الآية دي مع الآية بتاع سورة الملك هناك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، اللي بيخسف الأرض هو الله، إذا من في السماء هو منه؟ هو الله. ده تفسير القرآن بالقرآن، ترتيب تعمل لنا لخبطة. قال وهذا عذابه، قال عذابه في السماء. طيب، ربنا قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كيف يكون العذاب؟ هو قال لك بيخسف، العذاب بيخسف ولا العذاب هو الخسف ذاته؟ الخسف ده العذاب، ما ممكن يكون العذاب بيخسف، ده تناغم. طيب، سؤال ثاني. انت والله كان تدينا لا من زمان، لأن انت ما مستفيد منها أي حاجة. الكتب دي كان اديتها لواحد من المسلمين القاعدين في الحلقة ديل، كان مشى قرأ لي منها تفسير، قرأ منها حديث من الأحاديث من الصحيح،
وقال منه احكام رمضان ولا فقه ولا اي شيء استفاد منه، لكن عما راس الكتب وشغال جنجر من راسه، الكتب راسه وجنجر من راسه، كتاب يوم ما يقدر يفتحه يقرا من جوا الكتاب ده. قال كتب ابن تيميه قاعده ومحمد عبد الوهاب وابن كثير وابن جرير، والله لو قريت الكتب دي والله تقلب راسك ده، وبكره دي تي ما شاء الله اللحيه كيف وجيها جلابيه قصيره امور واضحه. اقرا بس الكتب دي، ابقى نجيد افتحها اقرا كتب ابن تيميه زول. وفي ناس عتاوله زمان اقرا التاريخ، في واحد قالوا له اقرا كتب ابن تيميه دي عشان انت تقدر تجادله بعدين وتناقشه. اول ما قرا الكتب بتاعته بقى من اكبر المدافعين عن شيخ الاسلام ابن تيميه، لانه كتب كتب فيه علم، الكتب دي جوا فيها علم، ما شغل بتاع لخبطه صاي زول ما يقدر يرفع الفائل يجي يتكلم عن كتب ابن تيميه. طيب السؤال الثاني قال اذا كان هناك شخص متزوج من غير مسلمه وطلقها هل يقع الطلاق؟ الغير مسلمه دي واحده من اثنين، اما تكون الغير مسلمه كتابيه، الكتابيه دي يهوديه ولا نصرانيه، نصرانيه كاثوليك، نصرانيه بروتستانت، نصرانيه اي حاجه. فلو كانت يهوديه او نصرانيه بجوز تتزوج منها، بجوز الرجل المسلم يتزوج من النصرانيه او من اليهوديه بجوز، لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يعني حل لكم حلال تزوجها. بعد ذاك اذا انت تزوجتها لها نفس الاحكام بتاعت المسلمه من حيث الطلاق وغيرها من الاحكام، نفس احكام المسلمه، الا انك انت بتحبها كزوجه، ده بسموه حب طبيعي. لانه واحد يتفلسف عليه يقول لك يا مولانا، طبعا دي قاعدين في الجامعات احنا بنلاقيهم هناك متفلسفين كده، عامل فيها علماني داير يضرب لك الاسلام كده بعقله هو وتشاطر، يقول لك يا مولانا طيب الزول بيحب زوجته وربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله، ما بجوز احب الكافر، وانا زوجتي لابد احبها، زول ما بحب زوجته؟ ايوه بحب زوجته، يقول لك كيف يعني؟ كالاتي بالراحة، لا انت ما وليد بالراحة، الزوجة دي انت بتحبها ده اسمه الحب الطبيعي، الحب الطبيعي ده زي انت مثلا بتحب التمر، التمر ده ولا الكمونية، الكمونية دي انت ما بتحبها عشان ربنا نزلها في القرآن، في القرآن ده ربنا قال كمونية، لا لا طيب النبي صلى الله عليه وسلم كلم لك على الكمونية دي؟ لا، انت لقيتها بجاي فارشنها وعجبتك اكلتها، ده اسمه حب طبيعي، ما بتحب مانجا فهمتها، بتحب التبش العجور بتحبه، ده حب طبيعي ما يدخل في آية ولا في حديث، ده حب طبيعي. فانت زوجتك لو كانت يهودية او نصرانية بتحبها الحب الطبيعي ده ما بيدخل في امور الدين، اما اي شيء بيتعلق بالدين حقهم انت مو بتناصر فيه ولا بتأيده. طيب يبقى في سؤال، لماذا اباح الله لنا كمسلمين انه نتزوج من اليهوديه والنصرانيه، وفي نفس الوقت ما اباح لليهودي او النصراني يتزوج بالمسلمه؟ حرام، ما بيجوز. ربنا قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، حرام. ايوه الاجابه كالاتي، لان الرجل يؤثر على المراه، فالمسلم لما يتزوج باليهوديه والنصرانيه بيأثر عليه في الغالب وبتسلم، في الغالب بيأثر عليها، لكن بالعكس لو المسلمة تزوجت من نصراني دبدوك فيها مقلب، وممكن يمرقها من دينه، ولو ما مرقها ممكن يؤثر على أولاده ويبقوا معه، ودي مشكلة كبيرة.